حلول المنتخب الجزائري ومر المنتخب الإيفواري ما كانش ينتظر هذاك السيناريو. تقريبا الفريق الوطني في الدقائق الأخيرة كما يقول لك عرف كيفاش يضغط على الفريق الإيفواري، ثم جاء الهدف إيتر ضربة جزاء. حقيقة أربع أهداف، أربع انتصارات، أربع أهداف، إيتر كرات ثابتة ضد اليوم قوة الفريق الوطني. وقالها المدرب الإيفواري، قال تكمن في صلابة الدفاع نتاعو، وأنت تعرف كرة القدم وأنت لعبت كرة القدم، الدفاع هو اللي يعطي لك كما يقول لك هي الركيزة الأولى باش تخلي الفريق يمشي كما ينبغي. رغم أن كان فيه تهدير للفرص، ما كانت سانحة لتسجيل، ولكن كان فيه فرص. الفريق الوطني كان أكثر فعالية من الفريق الإيفواري، ولكن أنت تعرف مقابلات مثل هذه، فريق يلعب في بلاده أمام جمهوره اللي كذلك نحييه لعب دور كبير، نظن يستاهل الوصول إلى هذا الدور، ولما لا إلى حد النهائي ويطفر بهذا الكأس إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.